أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أقتحم قوم وأكثرهم فهم تائبون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى القول منكمها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر الله بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا القرية إذا جاء إذا أرسلنا إليهم رسلا فكذبوها وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم بشيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيبنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيء ولا ينقذون. إني لأبي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاستعينوا. قيل ادخل الجنة قال ذلك قومي يعلمون. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة وإلى القوم دون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منذرون. ولا يتلقى الأرض الميتة أينما أخرجنا منها مرمى من يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى أتى موعد قدير. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون.
لا يستطيعون نصرهم ولو لم تنتم مؤمنين.
فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.